هذا وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد برنامج عمل الحكومة الحالي في كافة محاوره يحتم علينا العمل على تنفيذ أهداف البرنامج الذي تبقى على انتهائه عام واحد بتنسيق عال وتكامل لجهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا سموه إلى عقد ورش عمل لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي المقبل. شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة مواصلة التمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكدا سموه أن التحدي سيكون مستمرا ومتجددا، ومعربا عن ثقته بأنه من خلال زيادة التنسيق والعمل المشترك سيكون الإنجاز لصالح الوطن والمواطن. وأكد سموه أن وضع البحرين الاقتصادي إيجابي، وأن معدلات النمو السنوي بالناتج المحلي بلغت ما نسبته 3.2% في عام 2016، مؤكدا سموه أن الدافع الرئيسي لهذا النمو كان القطاع غير النفطي المستمر بالنمو الإيجابي سنويا والذي نما بنسبة 4.3%. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي 2017 للحديث عن أهم ما تم تحقيقه من إنجازات من برنامج عمل الحكومة الحالي في كافة محاوره حتى اليوم. وأشار سموه إلى ما تحقق حتى الآن في كافة محاور برنامج عمل الحكومة، ففي المحور السيادي أكد سموه أن الأمن أساس التنمية، ويجب علينا أن نستذكر بعظيم الفخر والاعتزاز جهود وتضحيات رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية البواسل الذين يسهرون على حماية أمن الوطن ومكتسباته. وأوضح سموه بأنه خلال الفترة التي مضت من برنامج عمل الحكومة وبجهود الجهات الحكومية وبالتعاون مع السلطة التشريعية تم إصدار 102 من القوانين والمراسيم بقوانين، معربا عن شكره للسلطة التشريعية على جهودهم وتعاونهم في هذا الصدد مع الحكومة. وأوضح سموه بأنه بالنسبة لمحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، فمن أهم الخدمات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة هو الإسكان، بتحديده هدف واضح لهذا القطاع، وهو توفير 25,000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 15,600 وحدة سكنية من هذا الهدف حتى اليوم، والتي من بينها ما تم توفيره بالشراكة مع القطاع الخاص. مؤكدا سموه بأنه سيتم تخصيص 4,800 وحدة سكنية إضافية بحلول شهر يناير عام 2018. واختتم سموه العرض الذي قدمه خلال الملتقى الحكومي 2017 بأنه تبقى عام واحد من برنامج عمل الحكومة الحالي، وعلى الجميع مواصلة العمل بالتمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول إلى الأهداف، مشيرا سموه إلى أنه سيتم عقد ورش عمل حكومية لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي المقبل، مؤكدا سموه أن التحدي سيكون مستمرا ومتجددا، ومعربا سموه عن ثقته بأنه من خلال زيادة التنسيق والعمل المشترك سيكون الإنجاز لصالح الوطن والمواطن. استعراض لأهم ما تم إنجازه خلال عام مضى ورؤية لعام مقبل، كعادة سموه في الصراحة والمكاشفة والشفافية يضع يده على ما يدفع إلى الأفضل. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء في لقاء هذا العام أكثر تحفزا وأكثر تصميما على بلوغ المرام من خلال اللقاء المباشر مع صناع القرار في العمل الحكومي. طبعا الملتقى اليوم جدا مهم ونجح قبل بدءه للأمانة، انترقب الملتقى من العام اللي طاف والحمد لله، يعني المشاركات هالمرة كانت جدا جدا ممتازة والتوقيت جدا مناسب نراجع سياساتنا استراتيجياتنا نحطها على المسار الصحيح ونعرف المؤشرات اللي الكل تشارك فيها،
فحققت هدف صراحة جدا مهم، هو توحيد الجهود والالتقاء بكافة النظراء، هذا بحد ذاته إنجاز. ركز سمو ولي العهد على ما تم تحقيقه خلال عام واحد، أو إنجازات ما بين ملتقيين، بدأها بعماد التنمية وهو التشريع، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية أنجزت أكثر من 100 قانون، ما يوفر قاعدة لاستقرار الاستثمار في البحرين. بعد ذلك انطلق سموه إلى الأرقام التي لا تقرب منها الريب، بعيدا عن التهويل أو المبالغة، ولكن في الوقت ذاته تملأ النفس فخرا واعتزازا، لافتا إلى ارتفاع معدل النمو الإجمالي بنسبة 3.2% خلال عام واحد. ليس هذا وحسب، بل إن دخول القطاع الخاص في عملية النمو في العام ذاته قد آتى أكله، عندما ارتفع النمو غير النفطي إلى 4.3%، فيما ضرب مثلا بالقطاع السياحي في ذلك، والذي أدى دوره بصورة تبشر بالخير، عندما ارتفع عدد السياح خلال عام بنسبة 12.8%. أشار سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه على موضوع السياحة وكونها أحد العوامل الرئيسية للاستدامة في القطاع الاقتصادي، وإحنا بتوجيهات سمو ولي العهد النائب الأول تم وضع الاستراتيجية السياحية، وتم الحمد لله تطبيق الكثير منها، وبين سموها الأرقام اللي تم إنجازها خلال السنة اللي فاتت الحمد لله. السياسات الحكومية الأخيرة ساهمت في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي عمت دول العالم من خلال انخفاض سعر النفط، فهذه السياسة وعلى الرغم من تلك التحديات لأنها استطاعت توفير 813 مليون دينار من المصروفات، على أمل توفير 800 مليون أخرى في الفترة المقبلة للوصول إلى مرحلة التوازن، إلا أن ذلك لم يمنع أبدا من ارتفاع حجم الاستثمار بنسبة 158%، ما يدل على سياسة حكومية اقتصادية رشيدة في كيفية التعامل مع الوضع الحالي. الكلمة حقيقة كانت شاملة، تكلم عن ما تم إنجازه من مشاريع، أعطى دفعة من الأمل والإيجابية للمسؤولين الحكوميين. أحيانا الواحد لما ينهمك في العمل يرى التحديات، يصاب ببعض الإحباط، ما ينظر الصورة الكلية، فالنظرة الشاملة في ما تحقق من برنامج عمل الحكومة من الرؤية الاقتصادية، الأرقام التي ذكرها الحقيقة كانت مشجعة جدا، دليل على عمل دؤوب، على يعني فعالية كبيرة في الجهاز العمل الحكومي مختلف المحاور. الملتقى الحكومي جمع كل أصحاب القرار في قاعة واحدة، يتبادلون الرأي ويتجاورون في الأفكار من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي. اليوم المجلس الأعلى للمرأة كان فخور بمشاركته في الملتقى الحكومي، في أعمال الملتقى الحكومي، وأن نتواجد في مصنع الحكومة. استمعنا بكل دقة لما ورد على لسان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتوجهات المستقبلية التي وردت في هذه الكلمة التي تجعلنا اليوم نكون على أهبة الاستعداد في المجلس الأعلى للمرأة للتفكير بمبادرات تعظم مشاركة المرأة البحرينية في المسار التنموي. يذكر أن سمو ولي العهد أعلن في كلمته عن 4 مؤتمرات مصغرة بمثابة ورش عمل بين الأقطاب الحكومية استعداداً لصوغ برنامج عمل الحكومة المقبل. كلمة صيغت بحنكة ودراية، وضعت أسساً وخططاً واضحة لبرنامج عمل الحكومة المقبل مع طموح سباق واستشراف للمستقبل. محمد بعيدة لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.